دمرتنا مع الأول اتصال، يعني خلى يعني صدمة. الواحد تزوج رجال 60 سنة بعدين تزوج عليها، يعني صدمة. مو مشكلة، احنا ما نقول فعله حرام في النهاية. ها واحدة رسالة نصية تقول لك أنا زوجة معالي الثانية. الله يعطيك العافية. يا ربي. السلام عليكم. وعليك السلام والرحمة. أنت بتحكي عن المراهقة المتأخرة. نعم. أنا عمري 60 سنة. ما أوكي؟ شاء الله. إيه جوزي الوقت اللي أخذته عنده المراهقة لآخر شيء ختمها جوز بالآخر ونخرب بيتنا. أي مراهقة هاي متأخرة؟ طول عمره عنده مراهقة وأنا متحملته وسبع أولاد جبت له، آخر شيء نخرب البيت بسبب واحدة وتجوزها. ما بفهم شو بدهم يعني الرجال، ما بعرف. والله أنا ما أعرف. ما ها شفت يعني المراهقة المتأخرة، جوزي طول عمره مراهق، كل 4-5 سنين كان عنده علاقة ونعلة أو نتذبح ويقول أولوية لمرتي ولأولادي. نعم. بس وبعدين بالآخر كملت معنا، ما في لا مراهقة. يعني أوكي كان هو كتير أناني يحب نفسه. نعم. ما اختلفنا، وزي ما عم بتقول انت انه يحب يضبط اموره وانا حلو وانا كذا والبنات بتطلع فيي ومن هالحركات هيدي، يعني ما بفهم. واحد يعني الاعراض اللي ذكرناها صحيحة؟ اللي الاعراض مش كلها هي. بس انه في البعض منا صح، انه هو الرجال اناني بحب نفسه، احيانا بيلبس ضبط نفسه. اوكي الدلال اللي كنا ندلله اياه ما على حدا، بس وبعدين وبعدين انت يعني بوقف مراهقة الرجال؟ ما والله ما اعرف. انت ايش رايك؟ زين وش الحل؟ الحل الحل والله ما بعرف شو الحل. يعني عن جد يعني جيبوا لي حل لهالرجال هاي اللي بس تكبر وبتدلى مراهقة. ما بعرف يعني شو تعمل الست اكثر من هيك. الله يعني بعد بس الدكتور يقول العوق منكم. انا ما يخصنا. إيه؟ اسمع اسمع، انا في المنطقة الرمادية. اوكي انا في المنطقة الرمادية. الدكتور يقول العوق من الحريم هن سبب المراهقة المتأخرة. طب ايش تعمل الوحدة يعني؟ انا ما اعرف يعني. انا وش رايك انت بكلام الدكتور؟ الدكتور بقول انه المفروض اسمه عادل عبد العزيز يقول العوق من النساء ما تعرف تتعامل مع زوجها. طب ليش تعمل له اكثر؟ ما كان يفوت في السيد يا حبيبي كنا نعامله الله وكيلك وابو علي وابو علي وابو علي، واخر الشيء سممها معنا، واخر الشيء راح اتجوز وحده وفرضت العائله كلها سوا ويا وطلقنا وخلصنا. يعني الدكتور الدكتور غلطان في هذا؟ يعني يقول انت ما تعرف تتعامل معاه في لما يدخل وفي في هذه المراهقه. ثاني امر، انت بعض النساء لا تتعامل معها كانه شاب، يعني لما تقول احبك تقول احبتك القراده مثلا. لا 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 ما في منه هيدا، كان ابدا كان الله وكيلك. يعني هو اخذني على حب حسي وقعد تحت الدرج لاخذنا. المهم بعد 40-45 سنة زواج وسبع اولاد وبناتي كلهم صبايا، شوي بالاخر اكتشفنا انه تعرف على وحده، خنقت انا وياه انه هلا بهالعمر يعني. ايه زين لو قبل عادي عندك يعني؟ لا لا مش قبل عادي، لا بس انه يعني انه شو ناقص عليك؟ شو عملت لك؟ اللي بدك اياه عاملين لك اياه واللي مسوي، وبالاخر ما في نتيجه. انا بقصد انه لا تقول لي رمادي ولا تقول لي انا مالي. لا انت تدخليني غصب. انا بالمنطقه والله يعين ابو علي. بس الله يعين ابو علي على شو؟ الله يعينه يعني. الله يعينه. قطعتيه انت، ما انت خليتي. لا بس صدقني كل ابو ظبي عرفت ابو علي. بس انه يعني اكثر من هيك الوحده شو لا تعمل له لجوزها؟ ما بعرف ما بعرف. اي والله يعني والله العظيم اقسم بالله العظيم انه كنا الله وكيلك شايلين وبعد شوي حنحمله بالبيت ونشقشل فيه، وبالاخر ما في نتيجه. انسى، لا في رمادي يقول له للدكتور ولا ازرق ولا ابيض ولا اخضر، انسى. المراهق مراهق طول عمره، ما في فايده. ما في فايده يعني انت ما تشوفين ما في علاج يعني زين. واذا الرجل يعني في اعراض تقول مثلا الانطوائيه، هل كان ابو علي يعاني من الانطوائيه؟ يجلس بروحه في المكتبه في الصاله، يجلس ساعات طوال في الحمام مثلا. ايه هو يقعد لحاله كان بالصالون. ايه مبلغ. إيه يعني صدق الدكتور في هذا. الدكتور ايضا يقول ايضا يلازم مسك الجوال لساعات طويله. ايه مزبوط. كان احيانا انا اقول له يعني مثلا مرات انه طيب، يقول لي خلص هيك قاعد مرتاح انا شو بكون فيه، خلص يا عمي فلوا عني. إيه بس انه عرفت يعني هذه الاعراض صحيحه. هاي الاعراض فيها عم بقول لك في شغلات صحيحه عن جد شيخ وسيم، وفي شغلات لا. بس انه صدقني يعني 40 سنة مثلا أنا وياه عمري ما قصرت بحقه بشيء، ما كان دام الزواج. أم علي أم علي الله يرضى، كل الحريم يقول ما قصرنا، يعني نكذب على بعض؟ يعني كل الحريم يقول لك أنا ما مقصر أنا ما مقصر، ويوم تسأل زوجها تطلع من داعش.
يمكن ما بعرف بس انه بقصد انا هل في زواج بدون 40 او 45 سنه هل في بكون يعني وين الغلط ما بعرف ما بعرف زين يعني بتهيأ لي يعني انا مش زواج مثلا 4-5 سنين وخلص وانتهت العلاقه 45 سنه وين الغلط ما بعرف ظهر انا جت لي هديه على الراديو كل هذا والله اقول شكرا شكرا يا ام علي وانا بقول الله يصبرك ويعينك ويوفقك ايش اسوي انا لا صدقني عن جد يعني شيخ وسيم هو بقول لك انه يعني زواج هذا مش 4-5 سنين لنحكي في مراهقه 40 سنه مثلا عمره الرجال وفي مراهقه هذا انسان عمره 70 سنه اي مراهقه هي متاخره عمره ما الرجال بكون انت بيهدى ما بعرف والله ما اعرف علمي علمك علمي علمك يعني المهم الاعراض صحيحه في رساله عندها تقول يا شيخ لا انا مثلا اجلس في الحمام ساعات العب بالايفون واجل وعلى الواتساب اسولف مع الشباب وفي رساله تقول انا عمري 40 سنه اجلس في الحمام اكثر من ساعه العب بالموبايل وادخل سناب وانستغرام يعني وش رايك ولا هذه حجه حجه هاي اعطيهم ام علي هي حكي فاضي ليش والله العظيم صدقني انا يعني وصلت لمرحله اخر الشيء بطلت اعرف كيف اتعامل انسان اقطع النت اقطع النت عنا ولا في عنده 4G هلا اتجوز وطلقنا خلصنا ايه خلصت انت تخيل ايه خلصت طلقت منه وخلصت بس انه يعني انسان بيوصل لعمر الرجال عمره ما بتخلص المراهقه عنده يعني انتوا الحريم ما بتراهقون يعني انت الان كم عمرك 60 سنه لو جاك عريس بتوافقي لا 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 اعوذ بالله اعوذ بالله ما احلاني اتجوز بعد لا يجي خي ما احلى الحريه دخيلك لا 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 لانه صدقني ما يعني عن جد عشت معه 40 سنه ما بتعرف كيف بدك تتصرف شو ما تصرفت ما بتخلص يعني طبعا بالله الرجال ما بتعرف لهم شو بدهم ما بعرف يعني زين انتم عندكم مراهقه متاخره بس التقرير يقول الرجال اكثر يعني رجال اكثر لا لا اعوذ بالله انا ما بتهيألي انا عن نفسي لا انا والله لو بيجيني هارون الرشيد نفسه ما لا يمكن بعد اعيدها اعوذ بالله توبه خلصنا لا هي عندي وتطليعه باولادي بتسوى 100 رجال لا لا ابي رحنا فيها زين يا معلم هو ابو علي راح انت قصتي قص خلاص راح نقلع باليستر لا 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 خلاص يستر بيتك طلقتي انت على الهواء وفي الورق شكرا يا معلي زي من معي